كابتن عادل، الرغبة والطموح والإصرار المفروض دي عوامل بتبقى عند الفريقين قبل الماتش. الرغبة والطموح والإصرار والعزيمة النهاردة هتكون عند مين أكتر؟ عند النادي الأهلي اللي هو بيبحث عن تحطيم رقم قياسي جديد واللقب العاشر، ولا هتبقى عند الترجي التونسي اللي وصل وتأهل للدور قبل النهائي بصعوبة بركلات الترجيح؟ لا، الرغبة وكان قاب قوسين أو أدنى من الخروج. الرغبة متساوية عند الفريقين، لأن ده أنا شايف إن هو نهائي مبكر. يعني لو طرفي المباراة النهاردة كان في مباراة الوداد وكايزر تشيفز، كنت تتوقع إن الأهلي والترجي في الفاينل. ده الجزء الأقوى في السيمي فاينل ده، الأهلي والترجي. ممكن يكون الترجي مش أحسن حاجة، مش أحسن حاجة في اللعيبة، مش أحسن أداء، ولكن كخبرات المباريات دي الأهلي والترجي أعلى من الوداد وكايزر تشيفز. لو الترجي موجود مع الوداد ممكن يكون الوداد أحسن منه نسبيا أو فنيا جوه الملعب، ولكن الترجي بيعرف يدير ده، بيعرف يدير اللقاءات الكبيرة. معين الشعباني بقى عنده كم خبرات كبيرة جدا رغم صغر سنه، من دي البطولة أعتقد البطولة الثالثة ليه أو الرابعة، وبيوصل لفاينل وسيمي فاينل، وأخذ بطولة وخسر بطولة وأخذ سوبر، فعنده كم خبرات عالية جدا وبيعرف يتعامل مع المباريات دي. اتعامل يعني مباريات شبيهه، مباريات يعني لعب مع الزمالك كتير، بقى موجود مع فرق كبيره جدا في افريقيا في الفتره الاخيره. الترجي على طول موجود في السيمي فاينل، دور الثمانيه، الدور اللي قبل النهائي، ماتشات لعب نهائي، فعنده خبرات. فالرغبه عند مين اكتر؟ صعب. الاهلي صعب تقول النهارده الرغبه عند الاهلي اكتر، الرغبه عند الترجي اكتر. لا، الرغبتين متساويتين. اللي هيفرق النهارده اداء اللعيبه جوه الملعب وتنفيذ التعليمات بس، لكن غير كده لا التاريخ هيفرق النهارده. لان الفرقتين بيعرفوا يتعاملوا جوه الملعب بشكل كويس جدا، وبيتعاملوا بره الملعب بشكل كويس جدا. وان كان النهارده هيبقى فيه الامور مختلفه شويه لوجود الجماهير اللي احنا شويه افتقدناه الفتره اللي فاتت، ممكن ده يكون عامل شويه لفرقه الترجي شويه، ولكن ما يعملش ضغط نفسي كل ما المس بيتاخر او كل ما احرز الهدف بيتاخر شويه. هو الضغط النفسي على فرقه الترجي بوجود جمهور او بعدم وجود جمهور هيبقى موجود، لان التاخير قدام النادي الاهلي، وبالذات كمان لو النادي الاهلي سجل، النادي الاهلي لو سجل هدف النهارده اعتقد، وانا يعني ان شاء الله براهن على ده، ان النادي الاهلي يقدر يسجل في الملعب هناك في تونس. هو ده مفتاح الصعود، مفتاح الصعود انك تسجل بره ملعبك باذن الله. يعني مباراه 0-0 ما بحبهاش خالص، ولا ما بحبش النتيجه دي، ما بحبهاش. تعادل 1-1 صح، ممكن لا قدر الله تبقى نتيجه 2-1 بس انا عارف ان انا هلعب، عايز اسجل. لكن 0-0 بتبقى دمها تقيل شويه، نتيجة خادعة، مباراة كبيرة، مباراة صعبة. صح. المباراة النهاردة تفاصيلها جوه الملعب. صح. اللي هيقدر ينفذ بشكل كويس جدا تعليمات مدربه، والمدرب اللي هيبقى قاري كويس التفاصيل اللي جوه الملعب. صح. هو اللي هيقدر يفوز باللقاء. على فكرة